إنما تتعاون وتتكامل تحت مظلة الدستور، وإن المجلس يقدر حرية الصحافة والإعلام. دي رسالة واضحة للجميع باحترام مؤسسات الدولة وأيضا تقدير حرية الصحافة. يعني الدكتور علي طبعا هو رجل أولا يعني في إخلاص، وإحنا أكثر ناس لمسين إخلاص الدكتور علي في إدارة الجلسات. وهو أستاذ القانون الدستوري، فهو رجل بيحل موضوع في إطار قانوني ومقدر للجميع. هو قادر الحقيقه يعني انه فعلا بحكمه يحتوي كل التيارات وكل الاتجاهات. بس انا اعتقد ان شاء الله يكون في اخبار حلوه من البرلمان، وهينجح ان شاء الله اللجنه وينجح البرلمان في حل هذه الازمه ونتجاوزها. ونتمنى ان يكون مناخ الصحافه في الايام اللي جايه في الشهور اللي جايه اكثر ايجابيه، عشان احنا نشعر الناس بالايجابيه دي، عشان الناس تبتدي تستبشر بيوم افضل وبغد احسن ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. استاذ شريف فخري، عضو مجلس النواب عن قائمه في حب مصر، وايضا عضو لجنه الثقافه والاعلام، اشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في من القاهره في وقفه حواريه اخرى بعد الفاصل. انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في اجتماعها برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل من الفصل في كافة المنازعات الاستثمارية المعروضة عليها، والتي بلغ عددها 26 منازعة. وأكد وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة الذي ضم وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والبترول ضرورة إعمال وتنفيذ قرارات اللجنة في الحال فور صدورها نفاذا لقانون الاستثمار المعدل وما نص عليه في هذا الشأن. يذكر أن اللجنة تجتمع بصورة دورية كل 15 يوما، ويعرض عليها ما يجاوز 20 منازعة في كل جلسة، كما أن قرارات اللجنة ملزمة للجهات الإدارية في الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ويجوز فقط الطعن عليها من قبل المستثمرين. وتساهم اللجنة في تحقيق أهداف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل في منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التي تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا. وقال وزير الاستثمار إن مصر تسعى جاهدة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنت الحكومة منظومة إصلاحات اقتصادية شملت إجراء تعديلات في بعض التشريعات واستحداث تشريعات جديدة للقضاء على البيروقراطية التي تقف عائقا أمام جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بالتراخيص الصناعية. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم في الوقفة الحوارية الثانية في حلقة اليوم من القاهرة. كما تابعنا في التقرير السابق، هو جهود لوزارة الاستثمار لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر. الحقيقة وزارة الاستثمار بتسعى إلى الوصول إلى المعدلات المستهدفة، هذا في إطار عمل خطة لدمج جهود مع وزارات أخرى بالتعاون معها إزالة المعوقات اللي بتواجه الاستثمار، سواء بالنسبة للمستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي. هناك العديد من المعوقات رصدتها الأقلام الصحفية بالنسبة للاستثمار في مصر، ووزيرة الاستثمار بتعمل على إيجاد حلول لكل مشكلة كما تابعنا في التقرير السابق على حدة. يسعدنا للقراءة في هذا الملف أن يكون معنا في استوديو من القاهرة في هذه الوقفة الحوارية الأستاذ أسامة غيث، الكاتب الصحفي بالأهرام والخبير الاقتصادي. برحب بحضرتك يا أستاذ أسامة. يا أهلا، فرصة سعيدة. أستاذ أسامة، يعني يمكن وزيرة الاستثمار قالت أن في معوقات حقيقية بالنسبة للاستثمار في مصر، وبتسعى لإيجاد حل لكل معوق من هذه المعوقات على حدة. من بين هذه المعوقات وجود تداخل ما بين وزارات مختلفة وجهات مختلفة بقرارات ربما تعوق يعني الأمر بالنسبة لأي مستثمر. في أي إطار بترى حضرتك خطة الدولة ووزارة الاستثمار بأنها تتحاور مع الوزارات المختلفة لإيجاد منظومة واحدة يتعامل معها المستثمر بدون الدخول في البيروقراطية والعراقيل اللي بتوضع في الوزارات المختلفة؟ شو عليك السؤال اللي حضرتك بتطرحيه عليا بيفكرني بمرة، هي مش نكتة، هو تفسير قاله أحد وزراء الاقتصاد السابقين الدكتور سليمان نور الدين رحمة
الله عليه، مره بساله عن مشكله وزير الاقتصاد وكيف يتعامل مع المشكلات الاقتصاديه وايه اللي بيعترض طريقه في حل هذه المشكلات. مشاهدينا نخرج لمتابعة هذا الفاصل ونعاود الحوار مع الأستاذ أسامة غيث الكاتب الصحفي بالأهرام والخبير الاقتصادي، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام اعتذر لحضراتكم على هذا العطل الفني ونعاود الحوار مع الاستاذ اسامه غيث الكاتب الصحفي بالاهرام والخبير الاقتصادي. استاذ اسامه، كنا بنتحدث عن معوقات الاستثمار في مصر وفكره وزيره الاستثمار بانها تتحاور مع الوزارات المختلفه لايجاد حلول جذريه بالنسبه لقضايا عالقه ما بين الوزارات المختلفه وبتعوق الاستثمار. في عليك هذا السؤال بيذكرني بحوار منذ سنوات دار بيني وبين الدكتور سليمان نور الدين وكان وزيرا للاقتصاد منذ سنوات رحمه الله. فالدكتور سليمان انا بساله عن ايه مشكلته مع بقيه الوزارات كوزير اقتصاد، لان وزير الاقتصاد ده بينظر في عموم الاوضاع الاقتصاديه في مصر. فقال لي انت عارف انا ايه مشكلتي؟ ان انا زي وكيل نيابه القناطر. قلت له انا مش فاهم. قال لي لما بتحصل حادثة في أسوان يغرق واحد في أسوان، فكل بتمر الجثة على امتداد نهر النيل. نعم. ففي كل محافظة من المحافظات فيها سد من السدود أو فيها قنطرة أنطرة من القناطر، بيتمكن وكيل النيابة أنه يفتح الأنطرة عشان يمرر الجثة إلى المحافظة التي تليه. لكن الجثة بتصل إلى وكيل نيابة القناطر، وكيل نيابة القناطر ما يقدرش يفتح القناطر الخيرية لأنها فتحها يمثل مشكلة، فبالتالي بيضطر أن يواجه المشكلة فقال لي أنا زي وكيل نيابة القناطر بالظبط، كل المشاكل كل واحد بيسيبها تمر، كل واحد مسؤول، يعني هو بيتحدث عن مسؤولين الآخرين الوزراء الآخرين، كل واحد بيحاول ان هو يتخلص من عبء مواجهتها ومن عبء مناقشتها، وانا في الاخر بواجه ان هي تراكمت لدي، يعني المشكله مش بس مشكله واحده. نعم. كل المشكلات هتبقى موجوده قدامه. فهي طبعا وزيره الاستثمار بالفعل لديها مشكلات ناجمه عن قطاعات اخرى وناجمه عن وزارات اخرى وقطاعات اخرى في البلد. هتلاقي مشاكل في المياه، مشاكل في الطرق، مشاكل في الصرف، مشاكل في الطاقة، يعني سنجد مشكلات كثيرة جدا، مشاكل في مثلا في التسجيل، مشاكل في الإجراءات اللي بتتم في الشهر العقاري، حضرتك هتبقى تبع وزارة العدل وما إليه. لكن في النهاية ده كله بيواجه واحد اسمه مستثمر، وبيواجهه حاجة اسمها مشروع استثماري، فده كله هيروح لمين؟ هيروح لوزير الاستثمار. لا والله انا يعني عندي هذا القدر الكبير من المشاكل مع جهات مختلفه في الدوله ومحتاج ان انا احله. السؤال عشان برضه نبقى عمليين وموضوعيين، هل هذه المشكلات على مدى سنوات طويله، مش النهارده ولا امبارح ولا الشهر اللي فات، وكلنا دايما بنتكلم عليها، يعني لو انا جيت اتكلمت عند حضرتك من 5 سنين و10 سنين واكتر من كده، واي حد غيري مش انا،
مشكلة مسؤولية الوزارات المتعددة عن مشاكل مستثمرين مشكلة مصارعة، وطلب وزراء للاستثمار المتعاقبين والمتتاليين بضرورة إيجاد حلول عملية وأن يكون لديهم قدرة على فك هذه الاشتباكات. طب أما أنا الأوان لإيجاد حلول عملية فعلا؟ هي هو ده السؤال حضرتك، يعني أنه قد أنا الأوان بقى، يعني إحنا ما عندناش طرف الوقت. نعم. ولا عندنا طرف إضاعة الوقت، لأن إحنا حاجتنا إلى تدفق الاستثمارات الخارجية لا نقاش فيها، وتدفق استثمارات خارجية في كافة المجالات وكافة القطاعات، وتدفق نوعية معينة من الاستثمارات الخارجية تأتي ومع رأس المال ومع التكنولوجيا المتقدمة ومع المعارف الفنية المتقدمة وقادرة على أن توسع من قدرة مصر على التصدير في الخارج والتعامل مع الخارج. يعني نحن لدينا مطالب في المستثمر القادم ومواصفات في المستثمر القادم لابد أن نقدم له ما يريحه حتى يأتي إلينا. نعم. وحتى يسعى إلينا وحتى يبادر بالعملية الاستثمارية إلينا. ولذلك الفترة الأخيرة التفكير بتاع الدولة بدأ يتجه إلى إنشاء مثلا هيئة مختصة بالاستثمار في محور قناة السويس. يعني شوف حضرتك وصل الأمر اللي تجاوز المشكلة، إن أنت حضرتك إن الدولة بتفكر في نظام موازي مع الهيئة عشان أجنب المشروع المشكلات اللي بتواجه الاستثمار العادي في مصر. ده أحد الأهداف الرئيسية. وأيضا المعاملة الضريبية للمشروع ستكون مختلفة عن معاملة ضريبية لباقي المشروعات في امتداد المناطق الصناعية الأخرى في امتداد المحافظات الأخرى. لكن أنا أتمنى، أنا مش عارف هل الهيئة المختصة بمحور قناة السويس تملك السلطات كاملة وتملك ان هي تتحدث نيابة عن المستثمر مع كافة الاجهزة، لان رغما عن هذه الهيئة لابد ان يكون هناك جهة توفر الطاقة للمستثمرين. نعم. لابد ان تكون هناك جهة توفر الاتصالات. استاذ أسامة، يمكن فكرة الشباك الواحد اللي دايما بنتحدث عنها عند الحديث عن موضوع معوقات الاستثمار، وان احنا نخلي كل الجهات بيتعامل معاها المستثمر من خلال شباك واحد، ايه اللي بيعرقل هذه الفكرة وايه اللي يمنع من تنفيذها مع انها موجودة في دول كتير جدا؟ يعني برضه حضرتك انا هرجع اقول لحضرتك ان كلام الشباك الواحد لو جبت اي جورنان من 5 سنين و10 سنين و15 سنة هي الافكار مطروحه ولكن لا تطبق. ده اللي انا عاوز اقوله، وده اللي بيطرح تساؤل لدى المختصين والخبراء ولدى ايضا المستثمرين واصحاب المشروعات عن اسباب فشل هذا الموضوع. هل لان الفكره نفسها لا تحقق الهدف اللي احنا متوقعينه من وراها، أم أنها فكرة ناقصة وتحتاج أن احنا نطور أفكارنا ونعيد دراستها مرة أخرى ونعيد اختبارها مرة أخرى علشان نقدم معنى ومفهوم جديد للشباك الواحد؟ ما هو الشباك الواحد ده مش مجرد شباك واحد أو منفذ واحد بيتعامل معه المستثمر، جهة واحدة يعني هو مفهوم وآليات لإدارة العمل. هل المفهوم والآليات لإدارة العمل اللي بتطبق داخل الشباك الواحد في ظل الخبرات المتراكمة على مدى السنوات الماضية قاصرة أم غير قاصرة؟ المؤكد أنها قاصرة، والمؤكد أن هي تحتاج منا إلى نظرة جديدة تماما في الآليات وفي المفاهيم المطبقة، وأن احنا نتبنى آليات ومفاهيم أخرى تتجاوز كافة العقبات البيروقراطية. طب نقطة البداية أستاذ أسامة تكون منين؟ هل احنا محتاجين تشريعات؟ يعني هل التشريعات الموجودة بالفعل دلوقتي هي بتمنع إيجاد حلول للآليات